احتفل مشاهير العالم بعيد الهالوين هذا العام بطريقتهم الخاصة، وحرص بعضهم على ابتكار إطلالات من مختلفة للاحتفال. فخطفت النجمة العالمية باريس هيلتون الأنظار بإطلالتها استعداداً للهالوين، أما الممثلة نينا دوبريف شاركت متابعيها بإطلالة غريبة بعض الشيء، فظهرت بملابس برتقالية ودموع سوداء. أما الممثلة فانيسا مورغان فاحتفلت بالهالوين بملابس سوداء، واحتفلت كاميلا مينديز بشعر مستعار، وتألقت جيجي حديد في إحدى احتفالات الهالوين بشخصية ساندي الشهيرة في فيلم غريس. ولم يشارك الكثير من مشاهير العرب في احتفالات هالوين، فعدد قليل منهم فقط من شارك جمهوره بإطلالات مختلفة للاحتفال. فخضعت نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة بمناسبة الهالوين، واعتمدت على إطلالة مرعبة باستخدام مستحضرات التجميل. أما اللاعب العالمي محمد صلاح فنشر صورة له على السوشيال ميديا وهو يحمل عنكبوتين ضخمين من الفرو. شاركنا، كيف تحتفل بالهالوين؟